السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، متابعي قناة دعم مدرسي. نواصل مع الجزء الثاني للدرس الأول من دروس علوم الحياة والأرض SVT بالنسبة للمستوى الثاني إعدادي. إذا نحن في الشابيتر الأول اللي هو لا تيوري دو لا تكتونيك دي بلاك، يعني نظرية زحزحة القارات. درنا في الجزء الأول خدمنا على، يعني عرفنا، عطينا لا ديفينيسيون ديال النظرية ديال زحزحة القارات، شفنا شكون هو صاحب هذه النظرية، شفنا البراهين يعتمد عليها اللي هما ثلاثة البراهين أرغيومون مورفولوجيك والجيولوجيك والباليونتولوجيك، يعني البرهان المورفولوجي والجيولوجي والاتحادي. شفنا معطيات أخرى اللي كدعم هذه النظرية، شفنا يعني اللي هما يعني لا توبوغرافي التوبوغرافي ديال قعر المحيط، وشرحنا كيفاش كيوقع الاكسبونسيون يعني داك ديال القعر ديال المحيط الأطلسي. شفنا مفهوم الصفيحة الصخرية لا نوسيون دو لا بلاك ليتوسفيريك، شفنا العدد ديالها، لا ليميت ديالها، الحدود ديالها، وشفنا الطريقة باش كيعبروا يعني الموبيليتي الحركية ديالها. وصلنا بقى لينا مصدر الطاقة المسؤولة عن حركية الصفائح، يعني لوريجين دو لينيرجي ريسبونسابل دو لا موبيليتي دي بلاك، لينيرجي ريسبونسابل المسؤولة عن دو لا موبيليتي دي بلاك، على حركية الصفائح. إذا هذا الجزء اللي غنشوفه دابا في هذا الفيديو هذا. إذا كالعادة في أسفل الفيديو غنخلي لكم رابط ديال الجزء الأول والرابط اللي غيكونوا فيه الدروس والفروض وسلاسل التمارين ديال الثانية إعدادي. إذا غنبداو، إذا صافي غنواصلو مع لوريجين دو لينيرجي ريسبونسابل دو لا موبيليتي دي بلاك. إذا غادي نشوفو هاد الميبيان هذا، هاد لاكوب هادي، هاد لاكوب كتمثل لا فارياسيون دو لا تمبيراتور أ لانتيغيور دو لا تيغ، يعني تغير يعني درجة حرارة في باطن الأرض. إذا دوكيمون هذا سانك مثل la variation de la température de la Terre en fonction de la profondeur. إذا هنا كنشوفو يعني التغير ديال درجات الحرارة بدلالات ولا بحسب العمق. شوفوا معايا هنايا العمق ها هو البروفوندور اون كيلومتر، والتمبيراتور هنا اون سيلسيوس. إذا هنا غاديين من 100,000 كيلومتر يعني أسفل تحت الأرض، حنا غاديين تلاحظوا أن الحرارة كتزاد. إذا قد ما زاد العمق، لاحظوا معايا قد ما كتزاد الحرارة، هذه هي الملاحظة اللي غادي نديرو من بعد. إذا هذا التغير ديال درجة الحرارة حسب العمق كتسمى غراديون جيو تيرميك، كتسمى لو غراديون جيو تيرميك. إذا أون أبل غراديون جيو تيرميك، هذا التعريف ديالو هو لا فارياسيون دو لا تمبيراتور دو لا تيغ أون فونكسيون دو لا بروفوندور. هاد التغير ديال درجة الحرارة حسب العمق كنسميو لو غراديون جيو ميتريك. صافي. اذا السؤال اون سو بازون سور لو دوكيمون سي كونتر، اذا بالاعتماد على هذا الدوكيمون جانبه، ديتيرميني لا تمبيراتور دو لا تيغ او بروفوندور سويفونت، يعني حدد لي درجه حراره الارض في هذه الاعماق التاليه 1000 كيلومتر و 2000 كيلومتر 3000 كيلومتر. اذا هنا كنخدموا بالاسقاط العمودي. اذا غنجي غندير الاسقاط من الف حتى لاكوب، ومن لاكوب حتى لهذا لاكس ديال لا تمبيرا شوف تقريبا غنلقاها شي 1400، هنا مكتوبه 400 راه ماشي صحيحه، غتكون شي 1400 تقريبا. المهم نتوما داكشي على حساب الدوكيمون اللي عندكم في الكتاب غادي تخدموا عليه. صافي. اذا هنا 2000 عاوتاني الاسقاط العمودي، هنا الاسقاط العمودي، هنا هنا كاتبين 2000، يقدر يكون 2000، هنا كتبان اقل من 2000. المهم على حساب الدوكيمون اللي عندكم نتوما عاوتاني غتخدموا 3000، كذلك غدير الاسقاط على 3000، هو كي غتجي في 1000 1600 1400 في 2000 2000 3000 3000 سيلسيوس. المهم كل دوكيمون ديك الساعه غادي تشوفوا نتوما شحال غادي. السؤال الموالي ديكريفي كومون لا تمبيراتور دو لا تير فاري اون فونكسيون دو لا بروفوندور، قالك وصف لينا كيفاش كتغير درجه الحراره على حساب العمق. اذا كنلاحظوا انه كلما زاد العمق الا وزادت درجه ولا ارتفعت درجه حراره الارض. اذا لانتيغيور دو لا تير ديال الارض، plus la profondeur augmente plus la température augmente، يعني قد ما زاد البروفوندور قد ما زاد العمق الا زادت معاه درجه الحراره. اذا هنايا غادي نكملوا، هنا عطاونا يعني التعريف عاوتاني لا فارياسيون دو لا تمبيراتور افيك لو بروفوندور افيك لا بروفوندور عفوا سابيل لو غراديون جيوثيرميك. اذا هذا هو التعريف ديالو. غنشوفوا دابا منين جايانا هاد درجه الحراره في باطن الارض، كيفاش غاديه وكتزاد، شنو السبب ديالها. اذا لوريجين مصدر دو لوغمونطاسيون دو لا تمبيراتور دو غلوب اون فونكسيون دو لا بروفوندور. بور اكسبليكي لا فارياسيون دو لا تمبيراتور، باش نشرحوا التغير ديال الحراره اون فونكسيون دو لا بروفوندور،
اون ايتيدي لي دوني دو دوكيمون 3. اذا هنايا كل واحد في كتابه غيكون عنده واحد الدوكيمون. اذا هنايا غنعتمدوا على هذا الدوكيمون، هذا غنخدموا على هذا. بحال هذا غيجيكم جدول. الدوكيمون عباره عن واحد لو طابلو اشنو فيه، لي دومين دو غلوب تيريستر، هنايا لا كرو تيريستر، هنا المونطو. لا كرو تيريستر هي القشره الارضيه شحال فيها ديال درجه الحراره، ولو مونطو يعني الطبقه اللي تحت من الارض شحال فيها ديال درجات الحراره اللي كتسمى بالعربيه الرداء. صافي، لان الليتوسفير مناش مكون من لا كروت زائد لا بارتي سوبيريور ديال هذا المونطو. هذا واخا هذاك هو الليتوسفير. هنايا كتشوفوا هنايا الكونتيتي ديال لورانيوم يعني ب 10 اس 9، وهنا الكونتيتي دو شالور برودويت هنايا ب 10 اس 9 جول لا سكوند. جول هي الوحده اللي كنقيسوا بها يعني الكميه الحراره اللي لقاوها تما اللي كتنبات في السكوند في الثانيه. صافي، اذا هنا شحال عندي؟ عندي 9300 وزيد عليها واحد 9 ديال الاصفار. صافي، لان هنا 10 اس 9 هي 71.9 ديال الاصفار اللي هي مليار. اذا هنايا كونتيتي ديال لا شالور برودوي، شوف شحال من جول، هذا الشيء زيد عليه واحد هاد الاصفار حتى هو غير باش كتشوف. اذا هنايا الكونتيتي ديال لورانيوم، لورانيوم هو واحد ليليمون غاديو اكتيف يعني مشع. اليورانيوم اذا راكم شفتو يعني ماشي قريتو، انما عرفتو هاد الماده هذه في العام اللي فات. صافي، اذا هو واحد العنصر اشعاعي بداك التفتت ديالو كيعطينا واحد الحراره. صافي، هذا من العناصر اللي ملي كيتفتت مع مرور الزمن كيعطيني واحد الحراره. صافي، اذا هذا يعني هنايا يعني بعض هذه من الصخور الاشعاعيه يعني بشكل عام. وما كاينش غير اليورانيوم، اذا كاينين وحدين اخرين يعني دي مينيرو وحدين اخرين فيهم هاد لي راديو اكتيف، كيتسمى دي زيليمون راديو اكتيف. اذا غنرجعوا هنايا باش نديروا المقارنه. اذا هنايا لا كروت تيريستر شوف شحال فيها الكميه ديال اليورانيوم، وشوف لو مونطو شحال فيها ديال الكونتيتي ديال اليورانيوم. شوف هنايا لا كونتيتي ديال لا شالور برودويت، وشوف هنا الكونتيتي ديال لا شالور برودويت. قد ما تزادت الكميه ديال اليورانيوم الا كيتزاد معاها الكميه ديال لا شالور اللي كيعطينا. اذا غادي نرجعوا للنص هنا الدرس في هذا الدوكيمون الاخر أو لفهاد المطبوع الآخر. comparer la quantité de la chaleur produite au niveau de la croûte terrestre et celle produite au niveau du manteau. قالك تقارن كمية الحرارة يعني اللي كاينة في الكروت تيغيستخ مع اللي تتنتج في المونطو. إذا ملي غنرجعو نشوفو قلنا أن كمية درجة الحرارة هنايا أكثر من درجة الحرارة هنايا بطبيعة الحال، هادشي اللي غنستنتجو من خلال هاد الجدول. La quantité de chaleur produite au niveau du manteau est plus grande. طبيعة الحال ملي كيقول قارن يعني واش كثر واش قل واش متساويين. est plus grande à celle produite au niveau de la croûte terrestre. صافي، اذا درجة الحرارة على مستوى القشرة الأرضية يعني المنتجة على مستوى الرداء أكبر من كمية الحرارة المنتجة على مستوى القشرة الأرضية. هذا هو المعنى ديال هذه الجملة بالعربية. هنا غيعطيونا واحد المعلومة اللي غادي نخدموا عليها. قالك ساشون كو لا ديزاغريغاسيون دورانيوم يعني ان تفتت هاد اليورانيوم اي كومباني دو ليبراسيون دو شالور، ان هاد التفتت ديال اليورانيوم كيجي معاه كيرافقو واحد ليبراسيون يعني واحد التحرير ديال واحد الحراره. ديدوير لوريجين دو لوغمونطاسيون دو لا تمبيراتور اون فونكسيون دو لا بروفوندور يعني قالك دابا حدد ليا اولا استنتج المصدر ديال ارتفاع درجه الحراره مع يعني بدلالة العمق. إذا غنقراو هنايا الجواب. طبيعة الحال أن هذاك التفتت ديال اليورانيوم راه هو اللي كيعطيني هذيك درجة يعني داك الحرارة اللي شفنا في الجدول. L'augmentation de la température en fonction de la profondeur est due يعني راجعة à la chaleur produite par la désintégration des éléments radioactifs يعني تفتت العناصر الاشعاعيات النشاط تسمىو لي زيليمون راديو اكتيف يعني فيهم اشعه. في اليورانيوم باغ اكزومبل عطينا هنا مثال باليورانيوم كي اونتر دون لا كومبوزيسيون دي روش اللي كيدخل في تركيب الصخور. اذا السبب في ازدياد درجه الحراره
قد ما تعمقنا في الارض هو هاد لي زيليمون راديو اكتيف اللي التفتت ديالهم كيعطينا واحد الحراره صافي il dégage ou la produit de la chaleur. اذا غادي نجيو هنايا للكونكلوزيون كخاتمه لهذا يعني كخلاصه لهادشي اللي شفنا دابا. La température des roches qui constituent le globe terrestre augmente en fonction de la profondeur. صافي اذا درجه الحراره ديال الصخور اللي كتكون الكره الارضيه كتتزاد على حسب العمق. Cette température est due à la chaleur produite par la désintégration des éléments radioactifs, uranium par exemple, يعني عطينا المثال ديال هذا ديال اليورانيوم qui entre dans la composition des roches. Le flux de sa chaleur permet un transfert de la matière solide dans le manteau des niveaux les plus chauds vers les niveaux les moins chauds à Chiran Sharhou en créant des courants de convection, يعني سيارات الحمل الحراري responsable de la mobilité des plaques lithospheriques. نشوفو هنايا نوريكم يعني باش تفهموا واش كيوقع. لاحظوا معايا هنايا هذا المونطو وهنا غديروا تجربه في القسم، غديروا تجربه غتاخذوا حاجه جوج قطع ديال الخشب اولا ديال البونج اولا وغديرهم في واحد الاناء وغديروا لتحت اما شويه ديال التفل ديال القهوه اولا شي حاجه اللي غتحرك مع الحراره وغتشعلوا ديك الساعه على داك الاناء وغيبان لكم هاد التيارات الحمل الحراري. علاش؟ لان داكشي يعني ملي غيسخن لتحت غيبدا يطلع تيولي داكشي اللي لتحت يولي اقل كثافه وملي كيولي اقل كثافه كيطلع. اذا هادشي اللي واقع هنايا في المونطو هاد المواد اللي كاين اللي مكونين هنا اللي هي اقل صلابه اش كيوقع ليها ملي كتسخن كطلع ملي كتسخن كدير واحد التيارات بحال هكا ملي كتبرد كتولي اكثر كثافه وكتهبط كتولي دايره واحد الدوره. اذا هنايا كتسخن كتولي اقل كثافه كطلع كتبرد وكتعاود تهبط. اذا هادشي هذا هو اللي كيسبب لينا هاد التباعد ديال القارات من جهه والتقارب ديالها من جهه اخرى صافي. اذا هادشي اللي كيوقع هادو هما تيارات الحمل الحراري، الحاجه اللي سخونه كتطلع والحاجه وملي كتبرد كتعاود تهبط. اذا غادي نكملوا هنايا غنعاود نقرا لكم هادي باش نعاودو نشرحوها. لو فلو دو سا شالور، اذا هاد لا شالور هادي ملي هادشي ملي كيسخن قلنا كيعاود يطلع كمي ان ترانسفير دو ماتيير سوليد كيدير معاه واحد الانتقال ديال ماده صلبه دون لو مونطو قلنا في هاد الرداء دي نيفو لي بلو شو فيغ لي نيفو لي موان شو من المناطق الاكثر حراره المناطق الاقل حراره اون كريون دي كورون دو كونفيكسيون يعني وكتكون لينا تيارات الحمل الحراري هي المسؤوله على موبيليتي دي بلاك ليتوسفيريك اللي هي المسؤوله. اذا شكون اللي مسؤول على هذه الحركيه ديال الصفائح ولا هاد لي غيف دي كونتيتون هما هاد لي كورون دو كونفيكسيون صافي. اذا هاد الشيء حتى هو النيت هو اللي كاين في الوثيقه الاخرى. واخا اكسبليكي لا موبيليتي دي بلاك لي جيولوج suppose la présence des courants de convection يعني لتفسير هذه الحركيه ديال لي بلاك. اذا العلماء اقترحوا هاد لي كورون يعني الوجود ديال هاد لي كورون دو كونفيكسيون. pour comprendre l'origine de cette de ces courants de convection on vous propose la manipulation. اذا غديروا هذيك المناوله في القسم باش غتشوفوا تيارات الحمل الحراري عينيكم كيفاش كيكون. اذا هنايا لا دورسال هذا لو مونطو هنايا فين كيوقع هادشي موان سوليد كيوقع تيارات الحمل الحراري. هنا كيكون يعني الحركه ديال التباعد وهنايا ملي كيدور لهاد الجي كيكون حركه ديال التقارب لان هاد القشره المحيطيه كتنزل تحت القشره ديال القاريه تنزل تحت منها. هادشي اللي كيوقع لان داكشي علاش شفنا كاينين حركات قلنا ديال التقارب وحركات ديال التباعد بين حدود هادو لي بلاك ليتو سفيريك. pour expliquer l'origine des mouvements des plaques باش نشرحوا l'origine يعني المصدر ديال هاد الحركيه ديال لي بلاك les scientifiques ont supposé l'intervention des courants de convection يعني déplacement de la substance à l'état solide sous l'effet d'énergie produite par la désintégration des éléments radioactifs. اذا التفت ديال المواد الاشعاعيه يزيد لنا في الحراره ديك الحراره كتخلي المواد هنا اقل كثافه
تطلع نحو المناطق الأبرد وكتعاود عاوتاني ترجع نحو المناطق يعني اللي لتحت سخونة وكتعاود الضوء، وهادشي هو اللي كيتسبب لينا في الحركية ديال الصفائح. سي كورون سون اسوندون او نيفو دي دورسال، يعني طالعين او نيفو ديال الدورسال من هنايا، كيطلعوا من هنايا فكيتسببوا التباعد، وكيكونوا هابطين من الجهة الأخرى اللي كيوقع فيها تقارب ديال الصفائح. ديسوندون او نيفو دي زون دو لا سوبديكسيون، لا سوبديكسيون هي التمر، هادو مناطق ديال التمر صافي. هاد لا دورسال هادي كيوقع فيها الاتساع ديال قعر المحيط كما شفنا، وهنا كيوقع واحد التمر ديال القشرة المحيطية تحت القشرة القارية. سو سون دي كورون تري لون، يعني هو هادو واحد التيارات يعني بطيئة بزاف، كالكو سنتيمتر طبعا. شفنا كاين شي وحدين كيتحركوا بجوج فاصلة خمسة سنتيمتر في العام، كاين 1.7 في العام، إذا ماشي كلهم كيمشيو هذوك التيارات بنفس السرعة، والسرعة راها بطيئة ديالهم. إذا هنا غندير واحد البيلون جينيرال، واحد الخلاصة عامة. ليتوسفير اي سوب ديفيزي اون بلاك، إذا ليتوسفير مجزأ إلى صفائح، كي سون طون موفمون، اللي هما في حركة. سيغتان بلاك سيكارت وندي كدوطخ سو رابخوش، إذا وحدين يتباعدو وحدين يتقاربو. نشوف لكم في الدوكيمون الآخر، إذا إذا كان نوريكم مناطق ديال التمر والمناطق ديال، إذا هنا صفائح تتقارب، تبقى هنايا سوبديكسيون يعني غليسمون دون باك ليتوسفيريك اوسيانيك سوز اون باك افونسون دون لو سونس اوبوزي، هذه جايه لهنا والاخرى الباك الاخرى جايه في لو سونس اوبوزي، اذا هنايا كيوقع واحد سوبديكسيون اللي هو تمر، وهنا فورماسيون دون مونتاني، هنايا فين كيوقع هاد التقارب صافي، فين كتوقع عندنا سوبديكسيون كيبداو يبانو عندنا دي مونتاني، كيبدا عندنا يبانو دي مونتاني. شوف هنايا اذا الموفمون هنا كيبقاو يتقاربوا يتقاربوا يتقاربوا، وحده كتخشى تحت الاخرى حتى كي ملي كيتلاصقوا كيعطيونا هنايا. شوف هادو جبال، هنايا داوين على جبال الهيمالايا كمثال صافي، هنايا كمثال على تكون هاد يعني على هاد التقارب ديال الصفائح. هنايا عندنا الموفمون ديال ديفيرجونس صافي على مستوى لا دورسال اوسيانيك، اذا ها هما هنايا تيارات الحمل الحراري الصاعده شفتي، تؤدي الى اتساع المحيط شتي. هنايا باك كونتينونتال اي اوسيانيك، هنايا مخلطه كونتينونتال اي اوسيانيك غاديين وكيتباعدوا. اون ابل لو ليو دو ليكارتمون دي بلاك اون دورسال اوسيانيك، اذا المناطق ديال التباعد هي دورسال اوسيانيك، وهذيك سوبديكسيون يعني التمر. نشوف واش كاين شي وثيقه اخرى كتزيد يعني تبين لينا، قد ما شفنا وثائق قد ما كنزيدو نفهمو اكثر. اذا شو هنا كيوقع التمر، هنا كتوقع كوليزيون يعني واحد بحال تصادم، كيطلعوا لينا الجبال تما، هنا اكستنسيون شتي هذوك لي موفمون اللي كيكونوا طالعين كيوقع لينا تما اكستنسيون. اذا هنا بحال التصويره اللي شفنا قبيله نفس الصوره شتي. اذا غنرجعوا نكملوا الملخص ديالنا، قلنا طوندي كو دوطخ سو رابروش، اذا وحدين كيتباعدو وحدين كيتقاربو. لي زون دو كونتاكت دو باك سون سوفون لو سياج داكتيفيتي فولكانيك او سيسميك، اذا المناطق اللي كيتلقاو فيها لي باك هما واحد المقر ديال يعني النشاط فولكانيك بركاني او زلزالي. سي زون سون ديت انستابل، هاد المناطق كيتسماو انستابل يعني غير ثابته. او نيفو دي ريفت اللي شفنا كاينه في الدورسال اوسيانيك يعني الذروات المحيطيه، لي بلاك سيكارت، اذا شفنا في الدورسال لي بلاك سيكارت هنايا صافي كيتباعدوا لي بلاك سيكارت. او نيفو دي زون دو سوبديكسيون مناطق اون بلاك غليس سو لوتر، اذا لا بلاك اوسيانيك غليس سو لا بلاك كونتينونتال تحت القشره هذا القاري. لا تيوري كي ديكري سو موفمون اي كوم سو لو نون اي كونو باردون سو لو نون دو تكتونيك دي بلاك، اذا هذه هي نظريه يعني ولا هذا هي تكتونيه الصفائح. الي كاركتيريزي بار دو بروسيسوس برينسيبو، يعني كتميز بجوج ديال لي بروسيسوس، شنو هما؟ لا كونفيرجونس لا ديفيرجونس، اذا لا كونفيرجونس اللي كتكون فيها لا سوبديكسيون يعني التمر فيها التقارب، لا ديفيرجونس اللي كتكون فيها التباعد. او نيفو دو لا زون دو كونفيرجونس بالنسبه للمناطق ديال يعني التقارب، اون بلاك غليس سو اون اوتر، يعني واحد البلاك تهبط تحت وحده اخرى، ديسباري الوغ
بروغريسيفمون يعني كتبدا تختفي شيئا فشيئا. اون بو دونك بونسي كو سو فينومين بوغي اونتريني لا ديمينيسيون دو لا سيرفاس دو لا تيغ. اذا قالك هاد الظاهره هادي ممكن تؤدي الى نقصان مثلا المساحه ديال الارض. Au niveau de la zone de divergence, بالنسبة للمناطق ديال التباعد, la remontée du magma, إذا الصعود ديال الماغما, entraîne l'écartement des plaques, كيؤدي إلى تباعد هاد لي بلاك هادو. ملي كطلع الماغما, يعني ديك المادة اللي قلنا ماشي صلبة هنايا في لو مونطو, كتؤدي إلى التباعد, entraîne l'écartement des plaques. La surface de la croûte terrestre augmente alors progressivement. إذن والقشرة الأرضية كتبدأ تزيد تدريجيا. On peut donc penser que ce phénomène pourrait entraîner une augmentation de la surface de la Terre. وهذا الشيء يقدر يخلينا يعني نفكروا بأنها غادي تزيد. إذن هاد الظاهرة تتسبب في ازدياد المساحة ديال الأرض. Cependant, il n'en est rien. في الحقيقة يعني في سميتو راه هادشي ممنوع والو. Le phénomène d'accrétion compense le phénomène de subduction. يعني واحد كيعوض واحد. إلا كانوا هادو كيتباعدوا فالآخرين كيدخلوا تحت بعضياتهم. إذا ما هذه كتنقص من الأرض, ما هذه كتزيد في المساحة ديال الأرض. Si bien que la surface de la Terre reste constante. إذا المساحة ديال الأرض كتبقى ثابتة. إذا هنايا mouvement de convergence, de rapprochement. و زون دو سوبديكسيون. اذا كاع هادو كلمات وعاقلين عليهم باش نعرفوهم اشنو كيعنيو. لا موفمون دو ديفيرجونس ولا ديكارتمون او دا داك داكريسيون. اذا هادشي اللي كاين بالنسبه لهنايا صافي. اذا ما بقاش شي حاجه مهمه, هادشي اللي بغينا نشوفو احنا هو السبب في هاد يعني سبب يعني العلاقه بين درجه الحراره ديال الارض وبين لا ديريفي دي كونتينون ولا لا تكتونيك دي بلاك. هادشي اللي شفنا هنا وهادشي غنزيدو نثبتو ان شاء الله مع سلاسل التمارين اللي غنخدمو من وراء هاد الفيديو ان شاء الله. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.